على مستوى التشريع ومنفذ الأدوار. وبعد في تمشي ثاني مدى خرق هذا المشروع للدستور بعلاقة أيضا حقوقية عمودية. القانون هذا يحاول بس قدر الإمكان واستجابة لطلب وقتنا الكبيرة أمسيات باش نبداو خروقات بالمقدمة الفقرة الأولى وصولا إلى الفصل 148 فقرة 9. هذه النقطة الأولى. التزم المؤسسون في والكلام لهم القطع مع الظلم والحيف والفساد. إذا كان القانون هذا اللي شفتوه في الدستور هذا الفصل المقدم، إذا كان مشروع القانون هذا ما ينقضش الكلام اللي كنا نقولوا فيه، نرجع نعاود نقرا سنة أولى القانون. الملف هذا المشروع هذا يغطي ويعفو على الانتهاكات والأفعال فصل 2 في المشروع المتعلقة وبدون حياء المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على الملك العام المال العام للبني بيبي. هذه النقطة الأولى. إذن انتهاء تكريس للفساد وخرق مباشر للدستور. النقطة الثانية دائما في المقدمة الفقرة الثالثة وثرية المقدمة التونسية التوتر الدستور ينص على احترام مستلزمات الحكم الرشيد لبون غوفرنانس. الحكم الرشيد من مقتضياته برشا نظريات، لكن من الأرضية اللي فيها لا نقاش فيها كونه عندها مرتكزات توافقية وهو المسؤولية والمحاسبة والشفافية. الفصول هذه أول تقرأوا المشروع لا في مسؤولية لا محاسبة لا شفافية، تنجيدوا نخرجوا غياب الشفافية المطلقة على خلاف ما دونا في شرح الأسباب لكل شفافية. تنوريكم كيفاش الشفافية تكاد تكون غائبة. إذا لهنا خرق لمبدأ الحكم الرشيد كما اتفق عليه الفقهاء في القانون العام. الخرق الثالث ينص كذلك دائما في التوطئة نؤسس والقول للمؤسسين وللدستور بتوطئات لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي. الثابت كون المشروع هذا يمثل على الأقل بصفة مباشرة ثلاثة مؤسسات. أولا الحقيقة والكرامة، ثانيا الهيئة الوطنية لمقاومة الرشوة والفساد، ثالثا على العكس ما يتداول وسأشرح ذلك وأنا أكثر يظهرني بحكم التجربة على الأقل لست المصادر. والثابت كون الهيكل هذه وخاصة اللي وقع نهب صلاحياتها وفرض أعضائها في التركيبة دون استشارتها هي الحقيقة والكرامة. إذا انتهاك صارخ لمبدأ التشارك، وهذا يشكل تقنية بالية نظام 7 نوفمبر التشريع المسقطة والعمودية. يونكور كان الزيني غالب حتى شكله يستشير هذا يوماسي بروت خام. إذا المسألة الثالثة خرق مبدأ التشارك. المسألة الرابعة زاد دائما في الدستور ينص الدستور بتوطئاته على مبدأ لا فقط الفصل بين السلطات بل التوازن بينها. سي تو ميو جو دونك سيباراسيون ايكيليبر دي بوفوار. باش نلقاو النص هذا اعدادا حتى الاحزاب السياسيه اللي خلينا نقراوها ما في بالهمش حتى بالاعتداء مبادره من السلطه التنفيذيه مع اقصاء تام للسلطتين المتبقيتين التشريعيه والقضائيه. كيفاش كان خاصه التشريعات واللجان والهيئات اللي تولدت بعد الثوره الكل بطريقه
احنا نلقاو ثلاثه سلط فيها، اما في التركيب او في التعيين. لجنه المصادر مثلا فيها قضاه ثلاثه وفيها خمسه معناها من الاداره الماليه من بعد. المجلس الاعلى للقضاء، ثلث من نائب القضاء تعينه انت وتشوف البرلمان مازالوا قاعدين يتجادلوا فيه. السلطه التنفيذيه مع السلطه القضائيه، والنص تاع السلطه التشريعيه، دونك فما سينيرجي دي تروا بوفوار. الهيئه الوقتيه اللي مراقبه دستوريه القوانين فيها قضاة جامعيين وزوج سلطات تسميهم اخرين، السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه. المحكمه الدستوريه خاصه، المحكمه الدستوريه جزء يسميه السلطه التشريعيه، جزء تسميه السلطه التنفيذيه، وجزء السلطه القضائيه. ليسيز فيها تدخل كذا سلطة، فيها القضاة والمجلس الداخل، والمشروع وقع عداده من السلطة التنفيذية. الهيكة هكذا، هما سينيرجي بتروح الكل. هذه أول مؤسسة بعد الثورة تقسم منها سلطة ثانية على الأقل. لا فقط في إعداد النص، خاصة بالتركيبة والترشيحات والتركيبة. الخرق الثاني الخامس هو الخرق الفصل 10 من الدستور. الفصل 10 من الدستور انا نراه متميز برشا ووقع خرقه بصفه فاحشه. الفصل 10 شو يقول لك؟ تضع الدوله اليات كفيله بضمان استقلال الضريبه ومقاومه التهرب والنص الجبائيين. لهنا تكريس وحمايه للغش والتهرب الجبائي والتهرب حتى من قواعد الصرف. تحرص الدوله على حسن تصرف المال العام. هذا يغطي على الانتهاك والاعتداء على المال العام، نقيضه مش حتى يتجاهله، خاطر فما فرق ما بين المقاربه نتاع الكونتورنمون والمقاربه نتاع المباشر لافرونتون، لهنا سي فرونتال معناها. حط التصرف في المال العام، هذا سوء التصرف والتغطية على النيل من المال العام. كذلك تعمل الدولة على منع الفساد. الدولة تعمل للتغطية على الفساد. جيب امي ما مش قادر نحكي لها الحكايه في الرابع، تسمع بجماعه سرقوا ناموا تو يخرجوا لاباس، يامي هذا يحمي الفساد ولا يشجع الفساد؟ كان يوم يجيو باخر ننسى الراس يوم تو سامبلومون. هذا الفصل 10 اذا وان بلوس وخلاف الالتزامات هذه اللي وقع نقض ما فما حتى ترتيب اي نتيجه، خاصه انا شنو اللي ثورني؟ في رجال الاعمال الحق ما نعرفش. لا نعرفه ولا نعرفه، لا ما عنديش علاقه جيده بالمال والاعمال. اللي هبلني وثورني هي حكايه الموظفين العمومي واشباههم. رجال الاعمال اشبههم. كي نجي ناخذوا الموظفين الساميين وما اشباههم. العقوبات والملفات والتتبعات كلها شكون؟ تنفصلوا هذه ما فما حتى تبعيه لقاضي فاسد او والي فاسد او وزير فاسد او كده دولة فاسد. لا من ناحية الجزائر، لا من ناحية المدنية، لا من ناحية المالية دائرة التجربة المالية مثلا، ولا من ناحية الإدارية أو التأديبية. لهنا نسيت نعقد خاطر اللي راه الناس يقول لك موظف برك، لا يا سيدي الموظف بالمفهوم الجزائي هو كل صاحب سلطة عمومية، كل صلاحية صاحب صلاحية السلطة العامة، وهذا يمس عشرات الآلام، الوزراء، كتاب الدولة، أعضاء الدوائر، مدير المركزيين، البلديات، رئيس البلدية، الولاد، المعتمدين الأول، العمد، السفراء، القناصر، رؤساء المؤسسات العمومية، رؤساء المديرين لي بي دي جي زونتربيس بيبليك، هذوما الكل لاباس عليهم ما عملوا شيء ويتساووا. هذا علاش نجم نقولوا هي المصالحة، هذا عقد تشريعي عام مقنع. إذا بعجالة رينا احنا من الائتلاف، هذا تحصين وحصانة للأجزاء والمكونات الرئيسية لمنظومة الفساد تاع بنادم. المبدأ السادس
مقاطعة سيرة عدم مساواة. ما ظن في نالين أربعة فيها مورفين سبيل محدودة لا وأشباهه، فيها رجال الأعمال، لكن فيها مكونات أخرى. وفما حتى منظومة جزئية ما فيهاش جزء من الفساد، كل الأمن والديوان القضاء يحبل، لكن هم أجزاء سامي في منظومة الفساد يقول قائل في انتصرافه يعطيهم الحصانة والعفو زادهم منهم المحامون. بعض الصحفيين الإعلام مش خدمة في من علي خدم شوية، بعض المهن الحرة خاصة الخبراء المحاسبين إذا يا إما على الأقل المنظومة تعرف عليها الكل ما تعرفش شو زي دعوة خلق مبدأ المساواة الشفافية. قالوا فما شفافية، الشفافية أنا بالنسبة لي أمريكا فيها حد الشفافية. مثال ذلك اللجنة هذية عندها تقرير تعمل في شهر تحيلوا رئيس الحكومة، رئيس الحكومة يحيلوا الحياة الحقيقة والكرامة، البرلمان لا يناقشوا لا يصلوا ولا يرسلوا في العهد الرسمي. كذلك دائرة المحاسبات بعد فلوس الكلام باش تتصرف دائرة المحاسبات باش تتبع وتعمل رابور، كذلك لا ينشر يتحصل ثلاثة رئاسات والحاكم دونك هو خرق هذا مبدأ الشفافية فضلا عن أنه قانونا وعرفا ما بعد الثورة كل تقارير نهاية الرقابة تنشر. خذت الكور دي كونت اللي يجي مجلس القضاء اللي نعرف الجلسة العامة، مجلس القضاء الإداري، مجلس القضاء العدل، مجلس القضاء المالي كلهم تعمل تقارير وتنشر بالعهد الرسمي. هذا الكل بالمخطط أكثر وقتين الوثائق فصل 9 هذا الوثائق اللي المكونات خدمتهم اللجنة الكل لا تستعمل الا الغرض الذي من اجله سن هذا القانون، معناها حد ما هو شراء. اذا خرق مبدا الشفافيه نتناني بزوز نقاط على المستوى الدستوري وبالنسبه لي انا هما الاهم. من ادنى مقتضيات دوله القانون كون عندك نزاع انت مع اي عبد ولا مع اي مؤسسه ان كنت خاصا او عاما، عندي نزاع مع سي عمر مع التنسيقيه مع الدوله التنسيقيه نمشي عندي قانون لازمني نشكي له. لهنا حكي عندي مشكلة مع اللجنة هذه، لشكون نشكي؟ ما تشكي حتى حد. لا سيما، لا سيما أن اللجنة هذه مش هي قضائية. هي لجنة إدارية في تركيبها، في تمويلها، وما تهدفش الربح. دونك مرفق عام. مرفق عام، تنسى مش بيبليك مسونس دي دروات إنستراتيف. هذايا دونك وينفي حق التقابل، وفي ذلك اعتداء على الفصل 108 اللي يضمن حق التقاضي. لا فقط يخرق حق التقاضي، يخرق حق التقاضي على الاقل عملت لنا دريجه بنيت، عملنا درجه ابتدائي نهائي وبدون تعقيب. كلاو درجتين. وانا قلت لهم اكثر شيء بانتخابات الرئاسيه وبلاد شاعر المشرع احترم التقاضي على درجات البلاد باش تحرق. وصارت زاد كذلك حتى في الانتخابات 2011 البلاد تحرق، اما حق التقاضي لا يمثل. يا اخي بشو الذي اقوى باللي أقوى من الهيكل، قراتهم كل قبل التقاضي، أقوى من قرارات رئيس الجمهورية، هذين لا يراقبون. إذا خرق حق التقاضي بدرجتين، خرق ذلك الفصل 110 اللي يقول لك يمنع سن إجراءات استثنائية للدفع المحاكمة العادة، هذا من أصله ولا فما المحاكمة العادة وكل إجراءات أكثر من استثنائية. والأهم والأخطر فما الفصل 149، الفصل 149 تاع الدستور شو يقول؟ هو قانون جامع يقول لك عندك دعوة الطوارئ أو الدفاع أو المسألة الأمنية تحدد تنقص من الحريات، أما عمر ما تنجم تفرقها من مضمونها وجوهرها. هذايا نسفها بالكامل، هذه ضربة قنابل عنقودية نووية. انسى حق التقاعد. النقطة الأخيرة خرق منظومة العدالة الانتقالية فصل 148 فقرة 9 كتبوا الناس برشا ولقوا الغريبه تو يجيو دار الافتاء في البلاد تجي تخنق بالعكس تقول لك روح تنتخب ما مشيناهاش. اذا كان ما مشيتهاش وانقرضت عدة فصول، فما بعد يقول 16 فصل وقلت صراحة فصل 12 الفصول البلاد الانتقالية الكل المخالفة تلغى. اثنين صلاحيات لجنة لجنة المصالحة
التحكيم والمصارعة قتل صلاحيتها الكل. اثنين، ثالثا زلوت التركيبة من هي حقيقة والكرامة والكل ما مسيتهاش مانيش مسيت. حاجة أخيرة تريدني خاطر برشا مش بهاش حكاية لجنة المصارعة. لجنة المصارعة راهي نلعبوا فيها خدمة فيها 24 ونص باش نحاول نبسط. مرسوم المصادرة بإضافه واضح كونه يمثل زوج مجموعات. المجموعة الأولى مسمية بالاسم 114 أربعة وزراء، الرئيس ومرته 108 من العائلة، من عائلتين الرئيس والسابق وزوجته السابق 114. كل الذمة المالية عدم هو مكتسب بل 87 في الحال الذمة الكل صادر. والنجم يقول لك كمان 9 جويلية صادرناهم الكل اللي نعرفوه من الملك الكل باش نتعداو توا للفرع الثاني المجموعة الثانية. المجموعة الثانية بلاش أسامي، ما نجموش نحصلوا الأسامي فيها على خاطر هي مصادرة جزئية. يحمد السوايع خذا مثلا أرض في كقاضي فاسد في حدائق كرتاج وعنده أملاك أخرى، نثبتوا الفساد ينحيوا لي الأرض نتاعي في حدائق كرتاج بكرة. هذا بدينا نتعداولها وبالمسلط حدائق كرتاج. أون أني توشي لقلب النظام، الصف الاول من النظام اللي توا حياه فما حضامين في الحكومه وضعت مسار ويلبي كيفاش عتبنا بط الشيء هذا. اذا نتحدى اي كان اللي يقول قانون المصادره ما تمسش ما سودي راه بطبيعه الحال مانيش تحب يرجع بالاحسان الترابلسي. نحكي على الفرع الثاني هو الخطيب على خاطر في ظاهره هي مصادره جزئيه في باطنها هي فضحه لمنظومه الفساد اللي قاعد. المشكلة توا ان تونا قاعدة تخرج كما في التاريخ من خرطاج وقاعدة ترجع لتونا، مش قاعدة تخلق ترجع قاعدة. إذا نوصفت تكنيكمون سي ترو بانال بور ليكسبيكي سي فرونتال سي يوريسون كونه كيفاش أفرغوا واحدة دو على المنظومة التقليدية. وأنا مع سي عمر تماما عندي تحفظات على بعض الأحكام، عندي تحفظات على عدم حياد العديد من تركيبة هذه الحاجة، لكن يلزمنا نحيوا المنطق نتاع بوش نتاع الزير. كان ماكش معايا راني ضد يا ولدي، لاني معايا الحقيقة والكرامة، لاني مع الاقتصاد، لاني مع النهضة. إذا نصفت وكما قال سي عمر يبو ميو مع الاستعجال بديه الناس الكل متفقين عليها تو المشكلة ياخذوا مشاكل وتقصد وما ياخذوش الحاجات متفاهمين فيها. ما فما حتى بشار يقول لك أنا ضد ولا ضد التعجيل، هي يستحيل. هذا من الناحية الدستورية، من الناحية التشريعية ما نجيش نطول برشا على الأقل نحكي زوج ثلاثة نقاط. التركيبة هذه اللي فيها أربعة ثلاثة واثنين، ساعة متأكدينهم اثنين مش يجيب هاي الحقيقة والكرامة، مش يقعدوا أربعة. أربعة مسمينهم أربعة وزراء. باهي لا نعرفوا حمد عيني مثلا ندير العدل ولا ذاك. إي ما عندي حتى ضمان قداش نقعد، يبدلنيش تعليمات، وإذا كان خالفت نتنحى. لا فما حتى استقلالية إدارية ومالية. اثنين، هذا يتسمى قانون ظرفي. سيركونستانسيال كيما نعملوا وحدات التصرف باش نعملوا قنطرة بن زرد مربوطة بالزمن. هذا من الأبجديات هذيك شو قلت لك أنا ما يا يدي مرتعشة يا المفتي معناها مش مقتنع يصلي وما شابه ذلك من الصور. يا سيدي الانتهاكات والاعتداءات على المال العام والفساد المالي الأفعال المعنية هذيا وقتاش؟ منين وقتاش؟ يعقل أنك باش تنظف ناس ما غير ما تحدد البدء والنهايه في التاريخ. المساله الثالثه، لو سمحت طولت، المساله الثالثه فما مبدا دستوري، مبدا قانوني دستوري دا كونسكري في القران القاضي الدستوري الفرنسي ان شاء الله نطبقوه في تونس، مبدا وضوح النص. انت ما خديتش كفاءه كبرى حتى تاخذ خساره. مفتيك ومتنقل في القانون والمشكلة توا كي نراقب الفساد القانونية الجهاب ذا الكبار بعده بعده زوج صغار المحكمة الإدارية نعرفهم كي كنت نعيط تحي يحشم مسكين وأنا نحشم تعيط عليه ولدي يا بابا الصحاب. هاي سيدي ماك صحيح أنت قلت لهنا تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالفساد هذا والاعتداء الاحكام المناقضه لها في القانون هذا الانتقالي. انت مقول في القانون انت قل لي انا الفصول اللي نحيتها حاجتين، يا ما تعرفش يا تعرف ما تحبش تكون
ايش نعمل توا؟ قرار هذا الاتفاقيه خطاك قد الدستور. كيفاش ندرس انا الفصل المناخ وانا غير المناخ؟ وبتصير ناخذ بالك يقول تحمل مسؤوليتك. ال بور سامبليفي وابدا نعطيك حاجه يكون تيربيني درجه الهوايه. هذايا هي فيها أربعة أجزاء على شرح الأسباب برست الفصل الأول. الجزء الثاني العفو عن الموظفين وأشبابهم فصل اثنين. المصالحة مع الفاسدين مع لجنة المصالحة بالغرض الفصول ثلاثة لستة. مخالفة تصرف ما حكيناش عليها. مخالفة تصرف نسيت شنو نقول لكم تخدم مع البنك سنترال ولا فما لا رابور لا سيرفيونس ما في بالكش. كاين على بلاصة المصالحة هكا تخدم على رجال الأعمال الفاسدين. وفي شرح الأسباب يقولوا الموظفين راهو بطبيعتهم متسامحوا في القانون. انسى. البلانشيمون دارجون. تو تشوف احنا ديجا بلاش هذايا والخمير الخير داس. لا في البنك سنترال. تكملوا في عار. لا فما لا تقرير لا شكون يحاسب. لا ما نعرفش الفلوس فين باش تمشي. هذوما الفصول. سبعة لثمانية، أو تعطيك اللي نا الحرفة ما ماشي بالصنعة، كنا نديرو الأجور. لازم المصالحة هذه المفروض تبنى من فصول ثلاثة لستة، ومن بعد يمشي للصرف، ومن بعد يرجع للفصل 11 بالضبط. الفصل 11 يعاود يرجع للتقرير. اللجنة باش تعمل تقرير. لوجيكمون تحطو تابع اللجنة. ومن بعد تمشي للصرف. هو باش يعملوا اللجنه الصرف تقرير اللجنه نتاع المصالح. دونك معناها حتى تكنيكمون انا معناها نعرف شويه قانون وخاصه تقرير النصوص وعندنا شويه خبره في المحكمه الاداريه. على مستوى دستوريه هذا القانون نعطيه واحد على 20 على مستوى تحرير نعطيه خمسه على 20. شكرا.